السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلاب الأعزاء في المحاضرة الخامسة من الشابتر التاسع Asynchronous Sequential Logic. في هذه المحاضرة سوف نتناول الفلو تيبل ونحاول نعمل ريدكشن للستيت فلو تيبل. هنعمل ريدكشن للستيت فلو تيبل using the merger diagram. لكن قبل ما نروح للمرجر دايجرام هنستخدم او هنطلع من الفلو تيبل نطلع شغله بنسميها implication table. From that implication table we are going to use the merger diagram in order to reduce the flow tables. هنا بالمرجر دايجرام هنستخدم شغله بنسميها الماكسيموم كومباتيبيليتيز او ماكسيموم كومباتيبلز. How we can say that those states or set of states are compatible. هنشوف هذا الكلام وحنتطرق لشغل بنسميها الـ closed convergent condition من خلال هذه المحاضرة. الآن الموجود عندي هنا عبارة عن أربع states. We have four states. Those four states are going to next state when x is 0 or x is 1, then we are going to get an output. أول شغلة أساس تعرفها إنه A مثلا state A compatible with state أو implies state B. أول شغلة تطلع عليها مش next state, تطلع لي على الoutput الموجود هنا قبل ما تطلع على next state. نفترض من for assumption لو قلنا A implies B regardless of course the next state here first. أول شغلة بدك تطلع عليه على الأوتبوت. الآن A implies B, تطلع عليه على الأوتبوت عبارة عن 0-1 لما الX تكون 0 والX تكون 1. 0-1 وهنا 0-1, هنا ممكن نقول إن A implies B. لكن أول condition تحقق إنه الـ output are the same. بعدين نطلع على الـ next state. الآن A implies B. A و B هي نفسها A B هنا. ولكن الـ C و D الموجود هنا. إذا الـ C و D implies C implies D أو C و D are compatible أو implies D, حني تبى أقول الـ A هذه conditions. حني تبى أقول الـ A implies B given the condition that C and D are compatible. هذا بدنا نحطها في بالنا. نروح لمثال تاني. نفترض احنا مش هنحله كامل, نطلع على الـ A مثلا. الـ A والـ C, طلع على الـ A اللي هنا والـ C, هل R implies each other or a set؟ لا. ليش؟ لأن الأوتبوت راح ل 0-1 والأوتبوت هذا 1-0 من الكونديشن الأول لم يتحقق. إذا الـ A والـ C are not equal states, are not set of states. هيا هنشوف الكلام. Okay, this is what I was talking about. A و B have the same output. إذن أول شغلة تحققت, بعدين بروح أتحقق من الكونديشن الموجود عندي جوا هنا. نفترض إنه B و A, مش B و A, نفترض B و C. هنا الكونديشن بده يكون given that C imply D و B imply C. لو غيرنا ال A ل C طبعا. أي حال هذا نفس الكلام اللي كنا بنقوله. إذا they are equivalent given that condition as what I was saying, implying that C و D are equivalent. هنروح نشوف مثال تاني. الموجود عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 states. بدنا نشوف كيف بدنا نقدر نعمل reduction لهن. نفترض الـ A مع الـ B, نفترض جدلا في الأول. The output are equivalent. The output are equivalent.
إذا هنا بنقول given something imply something. ال A B ما هي هذه ال A B نفسها. إذا هنا بدي يكون imply that D و E are equivalent. نفترض ال A مع ال C ال output 0-0 لكن ال output هنا 0-1 مستحيل ال A وال C will be equivalent etc. بهذه الطريقة. أي حال احنا هنعبي الكلام هذا هنعبيه بشغلة بنسميها implication table, ومن ال implication table بنقدر نحدد ال compatible states اوكي. هاي ال table تاعي بدنا نطلع implication table. عشان نطلع implication table بنعمل table بهذه الطريقة. طبعا احنا قلنا عندي سبعة states. اذا ببلش بالhorizontal من ال B لاخر واحدة, من ال second state لاخر واحدة, من ال B لل G, ثم ببلش من هنا من الاولى لقبل الاخيرة لل F, من ال A لل F, من ال A لل F. تعال نبلش واحدة واحدة. ممكن تبلش من A B A C A D whatever زي ما بدك, ما في مشكلة. وممكن تبلش من ال F G, أو ممكن تبلش من ال A G وتمشي بهذه الطريقة. أي حال مش هتفرق بلش من هان أو تبلش من هان, مش هتفرق. احنا خلينا نبلش من هان, بس بتقدر انت تبلش من هان. لو أنا بدي أجي بدي أقول لك من ال A لل B, A لل B, A ولل B, هاي A و B ال output are equal, اذا و بي اي نفس الشيء, اي بي نفس الاي بي لهان, اذا given دي اي, دي اي, اذا هنا بدي احط دي اي. لكن خلينا مشي, بدي ابلش من تحت الاف والجي. طلع لي الاف والجي, اف والجي, هل الاوتبوت ار ايكويفالنت؟ هاي من هان الاوتبوت ار نوت ايكويفالنت, مباشره بحط اكس. بعدين بدي اجي من الاي للجي, الاي اوكي الخط الاي هاي والجي, الاوتبوت 1-0 هذه 1-0 اوكي. الاوتبوت ذا جيفن كونديشن فور ذا اوتبوت از ساتيسفايد. باجي بطلع للنكست, بطلع النكست ستيت. من الاي للجي حولت, من الاي للجي بالنكست ستيت راحت لاي, اي في حالة الاكس بتساوي 0, وراحت للدي, والثاني راحت لاي في حالة الاكس بتساوي 1. اذا الاي والجي ار ايكوفالنت, امبلاينج ذات دي والاي ار ايكوفالنت, دي امبلاي اي. اذا هنا بدي احط دي امبلاي اي, دي كاما اي. اوكي بنروح للدي جي, دي وجي برضه 1-0, الاوتبوت 1 وهذه 0, لكن اوكي A و A نفسها, اذا امبلاينز دي اي كمان, اذا هذا بدها تكون دي اي. بعدين بدي اروح للجي سي, الجي سي طلع لي على الاوتبوت, احنا بنتكلم على الكولوم الثالث, دير بالك. جي سي الاوتبوت تاعه عباره عن 0-1, ولكن الاوتبوت هذا 1-0, اذا مباشره الـ output are not equivalent. مباشرة بقول مستحيل انه الـ GC بيساوين بعض, اذا X مباشرة. بروح للـ BG, الـ B هاي الـ B وهذه الـ G, الـ output تاع الـ B عبارة عن 0-0, الـ output تاعت هذه عبارة عن 1-0, اذا هذا حتكون X مباشرة بدون ما تطلع على الـ next state. نيجي للـ AG, الـ A و G 0-0 الاوتبوت, وهذه عبارة عن 1-0, اذا اكس مباشرة بدون ما تطلع على اللي جوا. بعدين نيجي نعبي اللاين تاع الهورز الاف, الرو تاع الاف. اذا بدي اجي اقارن ما بين الاي والاف, ولما نصل للاي اف نيجي لاول واحدة. اوكي اول واحدة اوكي, بس خلينا نحط اساس اف, انا بدي الخط هذا دير بالك.
بدي الافات بتاعتي. اذا بدي اقارن، بدي اقارن الاف مع الاي والاف مع الدي والاف مع السي والاف مع البي والاف مع الاي. اول واحدة بدي اقارن الاف الاي والاف. اي والاف طلع على الاوتبوت هاي، والاوتبوت هذا مش نفس الشيء، اذا بده يكون اكس. بعدين الاف مع الدي طلع لي 0 0، هذه 0 1، اذا اكس برضو الثاني بدها تكون اكس. بعدين روح الاف مع السي، الاوتبوت عباره عن 0 1 وهنا 0 0، برضو اكس حيكون. لما تخلص بعدين بي اف، روح للبي اف 0 0، اوكي 0 0 والاوتبوت 0 0، اذا ايكوال. بنحكي عن البي اف بده يكون عندي، اذا امبلاينج ذات السي اي وامبلاينج اي بي. هاي بالنسبه لمين؟ للمنطقه هاي. خلينا نعبيهم بس قبل ما ننسى. اوكي سوري، هذا الاكس وهذا اكس وهذا اكس، هذا بدك تعبي التنتين زي ما حكينا. اذا بعدين نيجي لمين؟ للاي مع الاف. هيا اي مع الاف، اي مع الاف، تشوف الاوت بتاعتها 0 0، هذه 0 0، اوكي. اذا امبلاين هنا بده تكون السي دي والبي بي هي نفس الشغل، اذا هذا بدها تكون سي دي. اوكي بعدين بدنا نيجي من دي لاف، بس خلينا نمسح هذه. بدي اجي لمين؟ بدي اجي للاي هاي، عبي الاي. اذا بدي اقارن الاي، بدي اقارن الاي مع مين؟ مع الدي ومع السي ومع البي ومع الاي. اذا نيجي ل الاي مع الدي، هاي الدي وهذه الاي، هنا المربع هذا عباره عن اي دي، الاوتبوت نفس الاشي، هاي الاوتبوت 1 0، هذه 1 0، وهي دي ودي. اذا both when x equal 0 or x equal 1 next state for d or for e are the same. هنا بحط تك، بحط صح لانه equivalent، هنا equivalent totally، دير بالكو. They are going to the they have the same output and they have the same next state. إذا هنا بدي أحط مباشرة صح. أوكي هذه بين الـ A الـ E والـ D. نيجي بعد الـ C والـ E. C والـ E. نيجي الـ C والـ E، الـ output بتاع الـ C عبارة عن 0 1، لكن الـ output بتاع الـ E عبارة عن 1 0. هنا no way they will be equivalent. إذا بحط هنا X مباشرة. بعدين بدي اجي اقارن بين البي والاي، بي والاي، اوكي الاوتبوت 0 0 لكن الاوتبوت انا 0 1، اذا هذه بدها تكون اكس. والثاني نفس الشغله بين الاي والاي، نطلع الاي هنا وهي الاي، الاوتبوت 0 0 لكن هذه الاوتبوت 1 0، اذا هذه لازم تكون اكس. بعدين بدنا نروح لمين؟ نمسح هذه. بدي اعبي الرو تاع الدي، رو دي اساس برضو ما نلخبطش، نبقى منتبهين اي واحد اللي بنقارن به. اذا انا بقارن بدي الدي، الدي بدي مع السي والدي مع البي والدي مع الاي. طلع لي الدي مع السي، they have different output، هذه the output is 0 1، هذه the output is 1 0، اذا هذه بدها تكون اكس مباشره. اوكي خلينا نشوفها، هذه اكس مباشرة. الحين بين البي والدي، البي والدي، هاي الدي مع البي، الاوتبوت انا 0 0 والاوتبوت هذا 1 0، اذا هذا حتكون اكس. No way they are equivalent. The outputs they are not equal. بين الدي والاي، هاي الدي المربع هذا، الدي والاي، بدي اجي اقارن ما بين الدي والاي، طلع لي على الاوتبوت هنا عباره عن 0 0 لكن الاوتبوت هذا 1 0، اذا هذه مباشره اكس. خلصت الدي، بدي اروح ل
أعبي الرول لهنا هو السي، اطلع لي على السي الموجود هنا، هاي السي، السي هذا اللي أنا بدي أعبيه. الآن المربع لهنا عبارة عن السي مع البي، السي مع البي، الأوتبوت تاع البي، الرو تاع البي 00، لكن هذا 01، they are not equivalent، أوتوماتيك هذا بقول إكس. بعدين السي مع الاي، هذه 10 وهذه 00، أوتوماتيك بقول إكس مباشرة، no way they are equivalent. إذا هنا إكس وهذه بدها تكون إكس. آخر شغلة تاعت البي مع الاي، الاي مع البي، الاي مع البي، the output here are equivalent، the output are equivalent، بيساوون بعض، given or implying that، معنا بنحكي a b او a b نفس الشيء، given that d implies e، d وال e are equivalent، implying that d وال e are equivalent. اذا هنا بحط d e. اوكي، بهذه الطريقة عبيت ال التابل تاعي. لكن هل انا خلصت؟ انا لسه ما خلصتش، بدي اشيك على هذه، هل دي والاي كوفالنت، بدي اشيك على السي اي كوفالنت، اي وبي كوفالنت، سي دي كوفالنت، والدي اي كوفالنت هي نفس الدي اي. نيجي للدي اي، دي اي وين الدي اي؟ هاي دي وهاي اي، دي هاي الدي، الكولوم هذا هاي الدي وهاي الاي، الدي و اي ار اكويفالنت. اذا هنا بقول صح وهذه صح دي اي وهذه دي اي ار اكويفالنت ستيتس. اذا نيجي بنقول دي اي اكويفالنت، دي اي اكويفالنت، والدي اي هذه اكويفالنت. خلصنا هذول. نيجي لمين؟ السي اي والاي بي، بوث سي اي should be equivalent و A B should imply equivalent. الآن هل ال C E equivalent؟ طلع لي ال C، هاي ال C مع ال E، هاي ال E، C مع ال E، they are not equal. If one of them are not equal، أنا عندي تنتين هان، واحدة منهم مش equal، عسر بقول ال B وال F are not equal. لازم التنتين يكون ان السي اي ار ايكوال والاي بي ار ايكوال. تعال نطلع على الاي بي، الاي بي هذا ار ايكوال ولكن هذه مش ايكوال، اذا كلها باكس عليها بقول البي والاف ار نوت ايكوال. اوكي، اذا هذا بنحط اكس عليها مباشره. نيجي للسي دي، تعال للسي دي، هاي السي والدي وين؟ هاي الدي، إذا التقاهن X are not equal، إذا هذه CD are not equal X. الحين ال A وال B، أوكي خلصنا، أوكي خلصوا. إذا ال compatibles الموجودات عندي أو ال equivalent state الموجودات عندي هي عبارة عن كم state؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. ال A وال B وال D وال E هيها، والدي والجي هايها، والاي والجي هايها. اذا هذول عباره عن الايكوفالنت ستيت، واحنا جايبين من وين؟ من التك اللي حطينا عليها صح. هذا بنسميه ايكوفالنت ستيتس. طيب في عندي شغله بنسميها جروب اوف ايكوفالنت ستيت، جروب اوف ايكوفالنت ستيت. لو بدنا نطلع على جروب اوف ايكوفالنت ستيت حنلاقي انه انا عندي، دير بالكو، ال A B are equivalent، ال D E equivalent، D و G equivalent، E G equivalent. اطلع لي على الثلاثة الأخرانيات هذولا، هذولا can be merged into one set which is D E G، D E G هيهن، وهذا اللي بنسميه group of equivalent state، وال A B بتضلها لحالها زي ما هي. هذا الكلام حنشوفه بالميرجر دايجرام كمان شويه. اوكي، احنا كنا بنتكلم عن كم ست. اوكي، اذا اللي موجود عندي equivalent states هي عباره عن الاي بي وهذولا الثلاثه.
as a group of equivalent state, هنا equivalent state دير بالك، هنا group of equivalent state، الـ AB مع بعض والتلاتة هذولا مع بعض. إذا قدرنا الموجود عندي من الستيت الموجودات عند الـ AB موجودة والـ DEG موجودة، ظلت الـ C are not covered was not covered C وال was not covered C وال E موجودة قلنا، ال F was not covered also. إذا ال C وال F was not covered. أوكي. Okay. إذا ال C وال F was not covered. هذا ال group state. إذا ال F بتضل لحالها as a row. وال D E G الثلاث state can be merged in one state. وال C لحالها طبعا كانت be merged with the other state. Will A B can merge as one state. Hana, that's why the seven state can be reduced to four states. Four states. إنه هذا A وهذا C D F وبعدين بتروح بتغيرها. The reduced state اللي صارت معي من التابل اللي قبل شوية when row تاعت البي حط اي ستيت موجوده فيها كلمه بي او الفابت بي حطها اي والسي حضلها سي. الان الالفابت دي اي جي غيرهم اي وين ما بتظهر عندك الدي والاي والجي لازم تكون تحطهم دي وبتحط الاف بتضل اف. هذا هو الريديوس ستيبل ستيت اللي صار معي. اوكي نيجي للميرجين. الحين لما نطلع على التيبل الموجود هذا عبارة عن بريمتيف تيبل زي ما حكينا. التيبل اللي صار الموجود معنا هنا صار عندي من 7 ستيت ل 4 ستيت was merged into 4 ستيت as we saw a while ago. طيب الآن لما بدي استخدم الميرجين of the flow table بدي استخدم المرجر how we can combine things. بنقول انهم compatibles are said to be compatibles if انه يكون عندي two states or three states can be combined together in that moment we can say it's compatible. الحين طب كيف انا بدي اوجد suitable group of compatibility. احنا قبل شوي كنا بنطلع compatible او implying two states are equal وبعدين طلعنا الثلاثة او اربعة ممكن يكون compatibles. لكن احنا بدنا نوجد compatible pair by using implication table وهذا شفناه قبل شوي. Two pairs زوج يعني two states are compatible باستخدام implication table. بعدين بدنا نشوف الماكسيموم كومباتيبلتي. مش شرط الكومباتيبل يكون تو بيرز، ممكن يكونوا ثلاثة ممكن يكونوا أربعة باستخدام الميرجر دايجرام. هنا لما أنا بدي استخدم الميرجر دايجرام بدي أطلع على شيبس معين داخل الميرجر دايجرام. إذا توفر عندي كلوزد مثلث أو مستطيل أو مربع حنيتها بقول انه هذا الماكسيمم كومباتبل ستيتس. الماكسيمم كومباتبلتي زي ما حكينا هو عباره عن جروب اوف كومباتبلز. جروب اوف كومباتبلز وهذه الجروب اوف كومباتبلز بتحتوي على كل البوسيبل كومبينيشن اوف كومباتبل ستيتس. ممكن الكومباتبل ستيت قلنا يكون الكومبينيشن تاعته يكون ثلاثه اربعه، ثلاثه بيكون مثلث، اذا كان اربعه بيكون مستطيل او مربع. بعدين بدنا نوجد المينيمال كومباتيبلتي. المينيمال كومباتيبلتي انها بدها تكون covering all the state and closed. دير بالك covering the state and closed يعني مثلث او مربع او مستطيل زي ما حكينا. اوكي هنا عندها اي primitive table ومن البريمتيف تيبلز من البريمتيف تيبل بدي اطلع الامبليكيشن تيبل تاعي. الامبليكيشن تاعي التيبل الموجود عندي احنا قلنا احنا عندنا A B C D E F الموجودة عندي. اذا هنا بحط ببلش من الـ B
B C D E F وأنا ببلش من ال A لما أصل لل E. أوكي هنا حطيناهن وبعدين بدنا نيجي نشوف من ال A لل B أو بتبلش من ال E لل F ما زي ما بدك ما بنش حتفرق. نفترض من ال A لل B من ال A لل B طلع لي ال A وال B. هل ال A وال B are equivalent state؟ وقتيش احنا حكينا سابقا بكون equivalent state وقتيش نطلع عليهم. هنا عندي C وهنا داش اذا بنفع ال output داش داش بنفع. طلع على الكولوم الثاني هنا A وهنا A بغض النظر هذه steady state وهذا مش steady state لكن A و A. هنا عندي ال output 0 وهذا داش اذا بنفع. اطلع على هان هنا B وهنا B ولكن هنا داش وهنا 1 يعني هذه داش 1 بنفع بنفعوا يكون مع بعض وهذه نفس الشغلة. نفترض جدلا انه هذه ما كانتش داش هذه كانت زيرو. نفترض جدلا بي زيرو مش داش هل ال A وال B are equal؟ طبعا بقول لا لانه الاوتبوت هذه زيرو وهذه 1. احنا قلنا اول كونديشن تطلع عليها انه الاوتبوت لازم يكون ايكوال لكن اوكي ايكوال ممكن يكونوا نفترض 1 1 اوكي 1 وداش مش مشكله لانه الداش ممكن نحط 1 المهم 1 وداش مهم المهم يكون داش على اي حال. خلينا نوفر حكيناها في السابق قبل هيك اوكي بدنا نبلش اوكي خلينا نبلش من تحت نبلش من ال E بدي اشوف ال E وال F بدي ال F هذه واقارنها مع ال E ومع ال D ومع ال C وال B ومع ال E عشان اطلع الروت على ال F. الان F F اوكي داش 1 اوكي فيش مشكلة كان B هنا A وداش هنا ما في مشكلة هاي المربع هاي المربع ما مشكلة هاي وهاي ما في مشكلة كمان E و E ما في مشكلة نفس ال state وال output هذه 1 وهذه C اذا هنا بقول compatibles اذا equal سوري عملناها كلهن اذا بقول صح مباشرة. بدي اقارن ما بين الدي والاف الدي والاف اطلع لي هنا سي واف الاوتبوت بنفع حنرجع لهذه كمان شوية اطلع لي بين هاي وهاي بنفع اي وداش وهذه داش وداش هنا بي وداش 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 بنفع طلع لي هنا اي ودي والاوتبوت سي وداش. هنا في هذه اللحظه في هذه اللحظه احنا بنقارن بين الخط الدي والاف الدي ستيبل وهذه اي بنقول الدي والاف ار ايكويفالنت جيفن او امبلاين ذات ان الدي والاي ار ايكويفالنت والسي والاف ار كوفلنت. طب سبوز الموجود عندي هنا اف جدلا انا بقول اف اذا الاف هان ستيدي ستيت لانها تحت الاف هل الدي ستيدي ستيت مع الاف ستيدي ستيت حيبي ايكوال؟ طبعا مستحيل هنا دير بالك اوكي اذا هنا حنحط اكس في هذه اللحظه لو كانت هذه اف ولكن بسبب انه هذه القيمة الموجودة عندي هنا هي عبارة عن ال E وال D وهذا steady state وهذا مش steady state بقول حنيتا انه هحط D E وهحط C F عند ال implication تاعت ال D F. روح للي بعدها بدنا نروح C F F و C هنا اوكي هيا C و F C F هذه steady state وهذه steady state مباشرة بدون ما توفي تحط X. روح للي بعدها B F ال B F اوكي الأولى ما هي بنفع الرو الثاني ما هنا بنفع B مع ال هنا بنفع E و E و داش و داش بنفع هنا بنقول هذه مباشرة البي والاف ارتك صح بتطلع لي بين الاف والاي هنا السي وهذا اف اذا الاي ايكوال تو اف في حالة امبلاين ذات سي والاف ار ايكوال
هنا ال A وال M اوكي B B هنا اوكي اذا هنا بس بنحط CF هذه بدها تكون CF وبالطريقة هذا وفي تيبلك كامل وفي التيبل كامل بعد ما توفي التيبل بنيجي نشيك على هذولا الان اساس اقول ال D وال F are equivalent التنتين هذولا must be equivalent ال D وال E وين ال D وال E ال D وال E هاي D هاي D الكولوم هذا D وهي ال E هنا هذه عبارة عن ال D وال E are not equivalent بدون ما تروح لل CF وتشيك عليها بتحط هنا X مباشرة ال D وال الدي والاي برضو نفس الشغلة هذه اكس الدي والاي اكس الدي والاي اكس سوري انا اكس هذا اكس بس خلينا اشيك على السي اف السي هاي السي وهي الاف هذا اكس اذا هذا اكس اذا هنا الكومباتبل بيرز الموجودة عندي واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بس سبعة كومباتبل بيرز ال A B وال A C وال A D و B E و B F وال C D هاي وال E F هاي الكومباتبل بير الآن أنا بدي أطلع مش كومباتبل بيرز أنا بدي أطلع طبعا هستخدم الميرجر ده يا كرام أنا بدي أطلع بدي أطلع ماكسيموم كومباتبل الحين احنا قلنا ماكسيموم كومباتبل قبل شوية هو كومبينيشن جروب اوف كومباتبلز سيتس او استيتس انه موجود فيهم كل الباسبل كومبينيشن لا كومباتبل ستيتس ممكن يقولنا يكون اثنين سوري اثنين ماشي اثنين بيرز بتضل احنا بدنا اكثر من بيرز بدنا ثلاثة واربعة يعني احنا بندور على مثلث او مربع ومستطيل الان الماكسيموم كومباتبل بدنا نطلع باستخدام الميرجر دياجرام الميرجر دياجرام اهن الكومباتبل بيرز هن موجودات عندي سبعة احنا قلنا اذا في عندي الستيت من الـ A الى الـ F برسم دائرة وبحط الستيت تاوت هذا الميرجر دياجرام بحط الستيت تاوت الـ A B C D E F تاوت الموجودات هنا وين في كومباتبلز هان A B اذا بحط خط ما بين ال A و B ال A و C بحط خط A و C A D بحط خط ال A D بحط خط المهم بدك تحط لاين ما بينهن عبي اللاينز كلهن اوكي عبينا كل اللاينز الموجودات اوكي هنا عبينا اللاينز الاخير هو ال E F احنا قلنا قبل شوية اساسا تطلع على ماكسيموم كومباتبلز الماكسيموم كتاب كومباتبلز انه بيحتوي على باسبل كومبينيشن بس كل الباسبل كومبينيشنز لكومباتبل ستيتس هنا عشان تطلع على باسبل كومبينيشن لكومباتبل ستيت ويكون كلوز دير بالك بتطلع على مثلث او بتطلع على مستطيل او مربع هل في عندنا هنا مربع كلوز او مستطيل كلوز ما في عندي لكن موجود عندي مثلث ال A وال C وال D هاي A C D هنا اذا بنقول جروب هنا هنا ماكسيموم كومباتبل ال A وال C وال D ماكسيموم كومباتبل واحتوى على ثلاث ستيتس مين مثلث ثاني موجود عندي المثلث الثاني موجود عندي ما بين ال B وال E وال F هاي مثلث ثاني عبارة عن compatible pair maximum compatible pair ضم ثلاث states إذا الcompatible اللي صارت معي هنحط A B sorry A C D هحط ال B و E وال F مع بعض هذول هن الcompatible لكن دير بالك ظلت عندي state واحدة أو pair was not included بالمثلثين هذول وهن مين ال A B اذا بدك تحط ال A B اذا ال state الموجودة امامي can be merged into how many rows how many state three states ال A B مع بعض وال A C D مع بعض وال B E F مع بعض بتصير اذا الماكسيموم كومباتبل حيكون عندي
هن هذولا الثري ستيتس الموجودات امامي. طيب الكومباتبل بيرز زي ما حكينا قبل شوية، هاي الكومباتبل بيرز الموجودات عندي هن نفسن هنا. لا اوكي سوري، اعتقد مثال تاني هذا سي اتش سي اتش، اوكي مثال تاني هذا. اوكي الموجود عندي كومباتبل بيرز الاي بي مع بعض، اي اي مع بعض، اي اف مع بعض، هذا مثال تاني. الان بدي استخدم الماكسيمم كومباتبل ميرجر دايجرام، بنحط الدائرة وبحط كل ستيت تاعتي من اي ل اتش، وبرسم رسمة اللاينز ما بين ستيتس. انا رسمت هنا هيني. الان اول ما بدور قلنا بندور على مربع، هل موجود عندي مربع؟ اه موجود عندي مربع. اذا موجود مربع باخذ المربع، طلع لي على الاي بي سوري اي بي اي اف، هاي موجود، هاي واحد كومبينيشن اوف الاربع هنا. وبعدين باجي بطلع على مين، مثلث او مربع؟ فيش عندي مربع، موجود عندي مثلث، هو عبارة عن البي سي اتش، هاي تنتين. لكن دير بالك في ظل عندي two pairs was not used which is AB، هاي اللاين هذا سوري ال AB was used مع المربع ABEF، سوري اللي مش مستخدم ضايل عندي ال C وال D، line C وال D ال pair، وال G isolated cannot be merged with others one are not equivalent with others one. إن اللي أنا حكيت عنه هذا المربع وهي المثلث، ال C D هاي البير، والجي ايسوليتد كانت بي ميرز وذ اذر وان. هيها احنا اذا قلنا الرو ميرجن كونديشن، الرو ميرجن كونديشن ماست بي ساتيسفايد بناء على اللي كنا بنحكي الكومباتبلز انه شود كفر ماست كفر اول ذا ستيت اند ماست بي كلوز كفر اول ذا ستيت اور ذا كومباتبل ستيتس وشود بي كلوز، اذا مثلث او مربع. مش موجود مثلث او مربع بضلوا بيرز لحاله. الان الكلوجر كونديشن، على اساس انا طالع الكلوجر كونديشن، there is no implied state، there should be there is no implied state، او الimplied states are included، الimplied states are included within that set، الست اللي بنحكي عنه جوا that set. اذا لما بنتكلم على closed covering هو عبارة عن قلنا احنا سابقا انه group او compatible states واللي يكون in close، وهدول covering covers all the states، هنا بنسميه close covering. نشوف مثال موجود عندي، هاي المثال موجود عندي هذه، لما نطلع كم state عندي A B C D E F، نطلع على مستطيل ما في مستطيل لكن في مثلث، في مثلث ال A C D وموجود عند ال B E F، إذا هذول جروب وهذول جروب، لكن في ظلت عندي ال A B as a pair لازم نحطها. أوكي إذا عند ال A B as a pair وعند المثلث الأول which is A C D أي A C D وعند المثلث الثاني B C F. طيب الآن لما أنا بدي اشوف set of compatibles، قلنا set of compatibles هن الاثنين الموجودات، اذا بدنا نقيم ال A B وبضلوا عندي ال set of compatibles مين؟ ال A C D وال B E F. اذا بهذه الطريقة هل ال set of compatibles الموجودات عندي هنا على اساس اقول merging، اعمل merging للروز، those two set of compatibles cover all the states are covering all the state. ال A هي موجودة، ال B هي موجودة، ال C هان موجودة، ال D موجودة هان، ال E موجودة هان، ال F موجودة هان. نفترض جدلا ما كانش هن عبارة عن A B C D E F، كان في G في state تان سادسة، يكون عندي ستيت سادسة سدري ستيت سابعة،
هنا بده يجي جي عندي لحاله. اذا اذا الميرجر الميرجينج روز حيكون عباره عن الاي سي دي مع بعض والبي اي اف مع بعض والجي لحالها. في حاله في عندي جي نفترض، لكن ما في عندي جي، هذول الموجودات. اذا هذول التو ماكسيموم كومباتبلز، هذا كل الماكسيموم كومباتبلز، لكن الست اوف تو كومباتبل كان بي ميرج انتو تو روز باي ريموفينج اي بي، لانه اي بي موجوده اصلا جوا، الستيت اي موجوده عند هاي وستيت بي موجوده عند هاي. اذا ذاتس ات. اوكي، هنا اللي كنا نتكلم على كلوجر. اذا بريمتيف فلو تيبلز كان بي ميرج انتو تو روز، بناء على الموجود عندي هنا اي كان ميرج ات انتو تو روز. طب ناخذ المثال هذا. أنا هي عندك البريمتيف سوري الامبليكيشن تيبل. من الامبليكيشن تيبل بدك ترسم الميرجر دايجرام. الاي والبي من الاي لبي خط، هي من اي لبي لانه صح. من الاي للدي خط، من الاي للدي خط. بعدين باجي ل بي لسي، هي خط بي لسي، باجي لبي لسي خط. بعدين باجي سي وللاي، هاي صح سي للاي، اذا بده يجي من سي للاي. وبعدين من سي للدي، سي للدي سوري سي للدي. وبعدين بده يجي من دي لاي، دي لاي. اوكي، هاي موجود الميرجر دايجرام. اول شغله قلنا بدنا ندور على مربع. موجود عندي مربع، هاي مربع موجود عندي، هاي مربع. اذا بقدر اخذ ال A B C D ماشي، لكن بدك تحط في ذهنك اذا اخذت المربع هذا مش لازم تاخذ المثلث، لانه ال D C موجودة داخل المربع. ما بنفع اخذ المربع واجي اخذ المثلث كمان، لانه سي دي موجوده ضمن الجروب اوف ست الكومباتبل ست لها. اذا اخذت المثلث هذا لحاله اخذت السي دي اي، اذا بده يضل عندي ثلاثه بيرز، which is A which is A D والA B والB C. لو اخذت المثلث اذا حيصير عندي الثلاثه هذول المثلث اللي انا عباره عن 1 ست، وفي عندي ثلاثه بيرز الاحمر والاخضر والازرق الموجود عندي هنا. اوكي، اذا الكومباتبل بيرز زي ما انا حكيت لك، سوري الكومباتبل بيرز هن اللي اخذناهم من هنا، الاثنين مع بعض الاي والدي والبي سي، المهم كل الاثنين مع بعض هذا الكومباتبل بيرز. لكن على اساس اطلع الماكسيموم كومباتبيلتي زي ما حكيت لك، الماكسيموم كومباتيبلتي هي ماخذ المثلث مع بعض، اذا هذا بير وهذا بير وهذا بير، هاي الموجوده عندي انا ماكسيموم كومباتيبلتي. اوكي، الان حساس اني بدي اعمل ميرجنج، دير بالك ما بينفع ميرجنج انه السي تبقى ميرج مع جروب والسي نفسها تيجي ميرج مع اذر جروب. اساس هيك بدي استخدم شغله بنسميها الكلوجر تيبل. احنا الموجود عندي قبل شوية اللي كان موجود عندي ال C D E وال B C وال A D وال A B as a compatible. الآن أنا بدي أجي أختار two compatibles وأجي أجرب إنه هل إنه بصير merging إذا أقدر أعمل merging الهن. الآن أول شغلة بدي أطلع عليها ال compatibles اللي أخذتهن، هل covering all states؟ covering all state، لانه انا عندي خمسه ستيت وهي الخمسه ستيت موجودات بالتو كومباتبلز اي بي وهي سي دي اي، لانه فيش عندي اف، بس خلينا نتاكد. اوكي فيش اف، اوكي عندي هنا فقط خمسه ستيت، 1 2 3 4 5 خمسه ستيت فقط، اذا covering all five states. لكن هل الكلوجر كونديشن موجود؟ هذا اللي بدي اشيك عليه باستخدام مين الكلوجر تيبل بنسميه. اذا الكومباتبل بتحط كل الكومباتبل ستاتك، بتحط كل الكومباتبلز اللي اخذناهن اللي طلعناهن قبل شويه، هن هذول الماكسيموم كومباتبل بحطهم كلهن.
انا هنا حطيتن A B وال A D وال B C وال C D E. ثم باجي بشيك على الـ implying states. بشيك على الـ implying state. الحين الـ bear الـ implied bears بتاعت الـ A B هي عبارة عن الـ B C. لكن الـ B C مش included في الـ A B ولا included بالـ C D E. was included. إذا هل تحقق الكلوجر؟ إذا لهذا السبب الست اوف كومباتبل از نوت كلوزد. اوكي نيجي ناخذ تنتين تانيات نفس احنا بنتكلم عن نفس المثال دير بالك اي بي والاي دي والبي سي والسي دي اي ولكن انا قبل شوي اخذت الاي بي واخذت السي دي اي انا الحين بدي اخذ لا بدي اخذ الاي دي والبي سي والسي دي اي يعني بدي اخذ الثلاثه هذول بدي اخذ الثلاثه هذول از تو بي ميرج هذا اي دي ميرج مع بعض والبي سي ميرج مع بعض واشوف السي دي اي الحين البي سي والبي سي هاي البي سي والدي اي تاعت الامبلايز تاعتها والاي دي الاي دي ار انكلودد ان ذا سيت طلع لي على البي سي هاي البي سي والدي اي هاي الدي اي والاي دي هاي الاي دي ار انكلودد ان ذا سيت لهذا السبب الكلوجر covering condition are satisfied. إذا the original flow table تاعي can be reduced لأكم واحدة. Can be reduced من خمس state لthrough states. بقدر by merging ال AD وال BC وال CDE together. Alternative ممكن استخدم other compatibles دير بالك. هذا CD بدي أفصلهن عن بعض. وبدي اخذ منها الدي اي دير بالك اذا بس بقدر الاي بي والبي سي مع بعض والدي اي مع بعض اذا بصير عندي 3 ستيتس اذا امبلاين ستيت تاعت البي سي تاعتي البي سي تاعتي البي سي تاعتي امبلاين ستيت تاعت البي سي تاعتي والدي اي تاعتي ار انكلودد اون ذا سيتس فهذه الطريقة بنقدر نقول الكلوز كفرنج كونديشن ار ساتيسفايد وبهذه الطريقة بنقدر نقول انهينا المحاضرة الخامسة ونلتقي بكم ان شاء الله في المحاضرة السادسة والأخيرة من هذا الشابتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته